بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح، حلقة نهاية الأسبوع. نتمنى يا رب أنها تنال على رضاكم وإعجابكم. من خلال هذه الحلقة إن شاء الله تكون عندنا أكثر من وقفة حوارية، من خلالها بنسلط الضوء على الفقرات الخاصة بالبرنامج. عندنا فقرة درر صحية، بنتكلم عن جفاف الجسم، كذلك بيكون عندنا فعالية ومناشط طلابية بنتعرف على تفاصيلها، ومسك الختام بيكون في عندنا موضوع كده نشارك فيه فرحة الأم ودورها في الحياة الاجتماعية. في نفس الوقت عندنا ربطنا المباشر وكالعادة معنا الوجه المبتسم سيف الفوري. نقول لك صباح الخير. تنفس الصبح يهدينا بشائره، والشمس أشرق نورها الوضاء، فعسى إله العرش يسعد يومكم وعسى عليكم تسدل النعماء. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير وسعادة عبد الله. صباح الخير وسعادة عبد الله. صباح الخير أيضا لكل أحبتنا المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح. نتمنى بمشيئة الله تعالى، بما أنه اليوم الخميس نهاية الأسبوع، دائما تكون الأيام الأسبوع كذا حافلة بالعطاءات والنجاحات والإنجازات لهذا الوطن الغالي. اليوم إحنا متنقلين مثل ما عرفت عبد الله وكل المشاهدين من فعالية إلى فعالية ومن منشط إلى منشط آخر. اليوم إحنا موجودين في محافظة مسقط وتحديدا في منطقة يتي لتغطية المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب البيئي، الملتقى الرابع للعام الدراسي 2014-2015 اللي تنظمه طبعا وزارة التربية والتعليم. يستمر من يعني هو اليوم يوم الختام، بدأ تاريخ 17 اليوم، اليوم الختام. ومثل ما ملاحظ وشايف خلفي يعني حفل الختام خلاص بدأ. عموما هناك دول كثيرة مشاركة من طلبة وطالبات المدارس من مملكة البحرين، السعودية، الإمارات، لبنان، باكستان، جنوب أفريقيا ومصر. عموما الهدف الأول والأخير من هذا المخيم الالتقاء ما بين الطلبة والاهتمام أيضا بالبيئة وحفظ مقدراتها ومكتسباتها. عموما كل التفاصيل المرتبطة بهذه الفعالية وأيضا عن برنامج جلوب البيئي العالمي نتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال الوقفات القادمة. عموما الكلمة إليك الآن يا عبد الله. كل الشكر لك يا سيف، ويعطيك العافية على هذه التغطيات المباشرة، وأيضا الشكر موصول لفريق العمل المتواجد معك. وزي ما عودناكم هذا التنوع من خلال الفقرات في الجوانب الصحية الاجتماعية الفعاليات الطلابية وكذلك الرسائل الإيجابية الصباحية اللي نتمناها تكون على محيا كل مشاهدينا وأيضا مستمعينا اللي يسمعونا على موجة الاف ام 106.5. تحية صباحية مشرقة لكل متابعينا، وفاصل وراجعين. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام، وإلى فقرتنا الأولى في برنامجنا قهوة الصباح وفقرة درر صحية، واللي من خلالها نسلط الضوء على الحالات الصحية اللي تستدعي أن نركز عليها. بما أن الحين ما زلنا الحمد لله هذا بنعمل من الله سبحانه وتعالى، الأجواء الحين طيبة،
يعني صدق يجينا يوم شوي دافي، ولكن للحين ما أتانا دخول الصيف بشكل رسمي، ولكن إن شاء الله تكون يعني مفهوم الربيع يمر عندنا على مستوى السلطنة. اليوم الجو شوي مغيم، فإن شاء الله فيه تباشر طيبة. معنا موضوع كثير جميل وهو جفاف الجسم. كثير من الناس حتى في فترة الشتاء تنسى تشرب السوائل وبالدرجة الأولى الماء. احنا بنتكلم اثار مثل جفاف الجسد في نفس الوقت ان كان على الكبار والصغار، اهميه وجود السوائل في جسم الانسان، طبعا من خلال ضيفنا اللي اول مره ينورنا في برنامجنا قهوه الصباح، وما شاء الله وجه بشوش فيه الخير والبركه، دكتور مصطفى عاصم العلي، وهو طبيب عام بمستشفى الخليج التخصصي. حياك الله دكتور، يا مرحبا. قصه سعيده بوجودك. احنا اسعد. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. لو بنتكلم عن مفهوم جفاف الجسم، يعني هل هو نقص الماء ولا لا جوانب اخرى؟ هو الجفاف اولا هو مو مرض، هو عباره عن عرض مرضي يصير انه عندما يعني يكون فقدان السوائل الجسم اكثر مما جسم يعني داخل الجسم. نعم. طبعا اكثر الناس اللي عرضه للجفاف هم الاطفال وكبار السن، بحكم الاطفال يعني ما يقدرون يعبر وكبار السن كذلك، لانه كثير منهم ينسون، وخصوصا انه نسبه المياه كبار السن تقل، يعني نسبه الماء بالنسبه لجسم الانسان للبالغين تقريبا يكون نسبتهم 60 إلى 65%. نعم. بس بعد 65 سنة يكون 50% من نسبة جسم الإنسان نسبة الماء. المشكلة وين؟ أنه أكثر الناس يعني ما يشرب ماء إلا من يعطش. نعم. وهذا هو الخطأ. يعني حاليا الدراسات تقول أنه يعني لازم أقل شيء بالنسبة للبالغين. نعم. بالنسبة للرجال لازم يأخذ ما يقارب 3 لترات باليوم. نعم. ما يقارب 13 كاسة مية. ممتاز. لأنه الإنسان يوميا يفقد بالأجواء الطبيعية، طبعا ما نحكي على الصيف، يفقد تقريبا لترتين ونص عن طريق التنفس، التعرق، الإدرار، البول، فأنت هاي لازم يعوضها. نعم. فبالنسبة للرجال لازم 3 لتر اللي هو 13 كاسة. نعم. بالنسبة للنساء لترتين ونص اللي ما يقارب تقريبا 9 كاسات مي. هذا الطبيعي. هذا الطبيعي. لازم اكون عطشان عشان اروح لا لا انت لازم يكون المي يعني عندك روتين يومية، يعني ما انه الا تعطش يلا تشرب مي، لا. واحد من الصبح يشرب مي، وكل ساعة ساعتين 3 ساعات يشرب مي. زين دكتور، في بعضهم تعرف ما شاء الله تبارك الله يعطيهم الصحة والعافية، يقول لك أنا أول الصبح يمكن نص غرشة مي اللي هي لتر واحد أخلصها يعني. وفي بعضهم يعني أنا أتكلم عن الغرشة الكبيرة مش الصغيرة يعني. صحيح. أيوة. فهل هذا يعتبر طبيعي أو هي عادة يعني، هل ولا أخذ زيادة عن اللزوم في كجرعة واحدة؟ هو من راح يكون يعني من راح يعني تزيد نسبة المي هي راح تطلع مع الإدرار ومع التعرق، يعني هذا الشيء طبيعي. بالعكس يعني هو واحد يشرب مي من الصبح، بس انه يعني واحد من الصبح مثلا يشرب كاستين كحد طبيعي يعني. نعم. كاسه مي طبعا. احنا قلنا انه الاكثر العرضه هي الاطفال كبار السن. الاطفال حاليا يعني نريد نعرف شنو هي اعراض الجفاف، خصوصا كثير من يعني الاطفال يصير عندهم جفاف، واحنا يعني بس مثلا الامهات ما تكون يعني ما تعرف بالضبط هل انه بدا جفاف عندهم او لا. فطبعا احنا الجفاف من نجي نقسم، هو قلنا انه الجفاف هو فقدان سوائل الداخل للجسم اقل من السوائل المفقوده. الجفاف انقسم الى مراحل يعني او ستيب، الخفيف والمتوسط والشديد. كيف نعرف هذا؟ عن طريق فقدان الوزن، نسبه فقدان الوزن. فمثلا اذا كان نسبه فقدان الوزن اقل من 5% من وزنه هذا يكون خفيف. نعم. خصوصا بالاطفال. اذا نسبه فقدان الوزن بين 5 إلى 10 متوسط، والى اكثر من 10% هذا يكون الشديد. ممتاز. بالنسبه للاطفال في اعراض تدل انه هو عنده جفاف. يعني. طبعا هاي الاعراض يعني من تظهر ضروري انه مباشره ياخذ للمستشفى. مثلا بالنسبه للاطفال يكون بكاء يبكي بس كثير. نعم. واحيانا يكون بدون دموع. نعم. لانه تدري من الجفاف بدون دموع. هذا حتى من الاطفال الرضع بعض المرات. من اطفال الرضع احنا نحكي حاليا يعني الفئه العمريه من من الرضع
إلى يعني سنتين كحد كحد أقصى. نعم. طبعا كثرة النوم، التعب، الخمول، بعض الأعراض اللي إحنا مثلا نقدر نشوفها مثلا بالنسبة للجلد، جلد البطن، يعني أي واحد يقدر يشوف مثلا أنت من تضغط على جلد البطن إحنا نسميها نقرصها، الجلد الآن يرجع إلى طبيعته يعني مباشر المفروض خلال يعني أقل من ثانيتين. نعم. بس اللي عنده جفاف لأنه من راح يصير نقصان. نعم. بالسوائل في بطء في الرجوع، في يصير بطء بالرجوع لأن الجسم شو راح يسوي؟ راح يسحب المي من الجلد ومن كل أجزاء الجسم. بالنسبة للأطفال اللي أقل من سنة ونص في هاي اللي احنا نسميها اليافوخات. نعم. هاي من يصير عنده جفاف راح نشوفها تكون مضغوطة يعني. نعم. كذلك رايحة للداخل يعني. رايحة للداخل. ممتاز. غوران العين، عين الطفل تشوفه انه تكون داخله جوا، نشفان باللسان وبالحلق، قله الادرار، قله التبول طبعا بالنسبه للطفل، هاي بالنسبه للطفل. ممتاز. يعني هذه الاعراض لما تشوفها الام على طفلها هاي تشوفها مباشره تاخذ للطبيب. ممتاز. طبعا مع ارتفاع درجه الحراره لان هي احنا من اكثر اسباب جفاف الاطفال هي مثلا يصير عندهم التهاب امعاء، فيصير عندهم التقيؤ وعفو الاسهال، فيصير فقدان للاملاح والسوائل وبدون تعويض. كذلك مثلا اذا شفنا انه زاد نبض القلب، ارتفاع درجه الحراره. بالنسبه للكبار السن بعد اذنك بس دكتور، انا احب انبه ان هذه ارقام الهواتف اللي ظاهره على الشاشه اللي عندهم استفسار حول هالموضوع اللي احنا قاعد نتكلم فيه بما يخص جفاف الجسم. تفضل دكتور. بالنسبه لكبار السن اولا يحسون انه خمول، كثره النوم، تعب، واكثر شيء يعني احنا قلت لك انه هو العطش هو يعني ما نعتبره عرض من اعراض الجفاف. نعم. يعني احتمال الانسان يكون عنده جفاف بس ما يعطش. نعم. فاكثر يعني اكثر علامه داله انه هي قله البول وكذلك لون البول او الادرار يكون داكن. نعم. من يكون لون البول داكن معناها انه قلت السوائل. اذا في اعراض ظاهره بالنسبه للاطفال وكذلك بالنسبه للكبار السن. نعم. واحنا كنا نتكلم ان الرضع الى السنتين تقريبا. نعم. ضمور العين، اليافوخات تكون داخل الى الجلد، الجلد ورجوعه مو بشكل سريع. في نفس الوقت جفاف في الفم وكذلك اللسان. يعني وخاصه بعد حالات مرضيه، مرضية يعني تقيؤ او الاسهال والعزه وكرامه. هذه علامات عدل تعتبر قوية يعني لازم يكون هنا مراجعة طبيعية. طبعا هاي من يشوف هاي الأعراض مباشرة. نعم. بس هو مثلا بالنسبة للطفل إذا بدأ عنده استفراغ وإسهال تعتمد حاليا إذا كانت رضاعة طبيعية. نعم. والرضاعة الصناعية صناعي. بالنسبة للرضاعة الطبيعية طبعا يعني تستمر على الرضاعات الطبيعيه. نعم. هاي اذا في الحالات الخفيفه يعني انه ما عدا هاي الاعراض بس. نعم. مجرد انه فقدان يعني فقدان سوائل. نعم. تستمر على الرضاعه الطبيعيه. نعم. وزيد عليها. وكذلك في بالصيدليات في محلول هذا نسميه محلول الرواء الفموي. نعم. اللي يحتوي على ماء وملح وسكر. ممتاز. تعطيه مع ممتاز. انا باخذ تفاصيله بعد اذنك. نعم. بس معانا ام حسين نقول مرحبا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة فضل الله. تفضل يا أم حسين. أنا حبيت أسأل الدكتور، عندي بنت عندها دائما خمول وترقد دائما يعني أبدا ما تشيل عمرها. هل هذا يسبب بالجفاف؟ كم عمرها؟ يعني كم عمرها؟ عمرها 18 سنة. 18 سنة. هل وعند أيوه وبعد وش؟ أيوه. وعندي ولد نفس الشيء عنده آلام في الظهر دائما يشكي آلام في الظهر. الذي يسبب نفس الشيء يعني الجفاف اللي عنده. ممتاز ممتاز. شكرا يا ام حسين. ما قصرت. احسنت جزاك الله خير. في اتصال ثاني شباب. ام علي تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ بخير الله يسلمك. الله يعافيك. انا عندي ولدي عمره 9 سنوات. عنده في جسمه خرايط مثل الخرايط يطلع وين؟ في الظهر، في البطن، كامل الجسم وبالتحديد في الوجه، عنده في الخدين، عنده واجد ومايل للبياض يعني شوي. هو اسمر فمايل للبياض، بالاضافه انه دائما عنده الم في البطن. الم وين؟ في البطن. في البطن. ايوه. هل له علاقه بالجفاف ولا لا؟ ان شاء الله. ام علي ما قصرت، يعطيك العافيه. في سؤال؟
بس هي ايش كان عندها بالظهر؟ لا لا، عند الجفاف اتوقع، وسبب الجفاف زي الخرايط صايره بسبب الجفاف هذا. خرايط؟ وفي بياض حتى صار، هذا اتوقع محتاجه مراجعه كذلك جلديه. إيه بناخذ التفاصيل ان شاء الله. ايضا محمد شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، شو اخبارك؟ حياك الله، تفضل بخير الله يسلمك. شو اخباركم طيبين؟ الحمد لله. حياك الله. يا هلا. بس انا اقول لك بتكسر عن مرض الكلى. مرض الكلى ايوه. زين فهمني. انا عندي فشل كلوي. اها. واحسن مني في البطن يعني الام. زين. ويقعد تنفس. ويعني الماء هل ياثر علي اكثر شيء؟ او كثرت ياثر ولا ما ياثر؟ بعرف تعمل غسيل محمد؟ بعد الغسيل ايوه، اثناء الغسيل. اثناء الغسيل. اثناء الغسيل ما بعد الغسيل. سلامات ان شاء الله، يعطيك العافيه، مشكور. شوي نوقف أم إدريس، بعد أم إدريس بنوقف شوي عشان نقدر نجاوب على الأسئلة. نقول مرحبا أم إدريس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي أختار؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. الله يعافيك. أقول أخي مثلك، عندي بنت عمرها 6 سنوات وعندها جفاف وايد في جسمها. أي نعم. وقشرة وايد في شعرها، يعني ما تشرب، قليل نشرب من الماي. طبعا تشرب عصير وبيبسي ومشروبات غازية. لا ما تشرب هذا. الحمد لله. ايوه بس عندها جفاف وايد. اي نعم. زين. بس هذا سؤالك، في شيء ثاني انت تبغى؟ أيوة. اوكي خلاص. شكرا أخير. شكرا يا ام ادريس، ان شاء الله يعطيك العافيه. نبدا ام حسين، عندها بنت وولد. بنتها الكبيره عمرها 18 سنه تعاني من الخمول الشديد. فهل تقول هل هو سبب يعني نقص الماء او الجفاف؟ وفي نفس الوقت ابنها نفس الالام في الظهر، هل للالام الظهر كذلك بالنسبه للسوائل؟ هو طبعا الجفاف من يعني اكثر اعراضه انه الخمول، يعني تعرف انت قله سوائل وقله املاح يكون دائما بصورة عامة يكون الضغط دائما منخفض. نعم. فهي أول شيء عشان نتأكد أنه تعمل تحاليل. تحاليل اللي هي مثلا وظائف الكلى. نعم. الأملاح بالدم. أملاح موجودة بالدم نسبتها. نعم. ويعني واحد يقدر يعرف هل عندها جفاف أو لا. وثانيا أنه تنصحها أو أنه مو تنصحها، تجبرها أنه يشرب الماء. نعم. يعني حتى لو هي مثلا ما تتقبل تشرب ماء، يعني خليها تعتبر أنه كدواء مثلا هذا. وطبعا حاليا الدراسات الحديثه يقول لك انه قله شرب الماء تاثر على نسبه الذكاء. حتى تعمل مشاكل ثانيه مثلا الكآبه وهي كثير. نعم. امور اللي لها الخمول، فانه احنا ننصحها انه يعني تجبرها على شرب الماء. اي اول يعني شرب الماء لازم يكون في فحص طبي. في فحص طبي عشان نتاكد، لان في اسباب. الاسباب يعني. اسباب ثانيه. أيوة. ممتاز. الام الظهر بالنسبه لولدها؟ يعني الام الظهر قد تكون اذا صار عندنا جفاف قله سوائل. فاحتمال تكون ترسبات املاح بالكلى. نعم. وهي طبعا الام الظهر مع مشاكل في الادرار، حرقه في الادرار. بس اذا الام الظهر طبعا هاي الحاله نفس الشيء تعمل تحليل للادرار. صوره البطن هاي الترا ساوند عشان واحد يتاكد يعني. يعني بعدها نتاكد هل انه سببها يعني الكلى. وهو اذا هو يعني بعد شباب مو كبير يعني. فاكثر شيء سببه قله شرب الماء ان شاء الله، ما لهم الا العافيه. بزمان تفضلنا كل الحالات تقريبا لازم تكون في استشاره طبيه. فحص نقدر نقول عشان يكون السبب وطريقه العلاج المناسبه بالنسبه لهم. ام علي ولدها عمره 8 سنوات. نعم. الى 9 سنوات. عنده جفاف في الجسد وخاصه في بشرته. نعم. ومسبب زي يعني خريطه صايره كذا كانت على الجسد. نعم. وعنده الام في المعده. فهل ايضا يكون الجفاف؟ يعني هو ما يشرب ماي تقريبا. ما يشرب ماي حتى. نعم. سمعت مسألة. نعم. هو احنا قلنا اذا يقل الجسم من يعني يقل به الماي، فايش راح يسوي؟ راح يبدي يسحب الماي من الجسم مثلا. من الكلى، من الجهاز الهضمي. نعم. من الجلد. فهذا شو يسوي؟ هذا ايش يسوي؟ يسوي انه يبدي احنا نسميه جلد يترحل. او احنا خصوصا كبار السن ليش يصير عندهم تجاعيد؟ نعم. لانه نسبه الماء قليله بجسمهم. فلذلك تبي تظهر اعراض انه الجلد يكون يعني مثل ما قالت الاخت يعني. فطبعا يعني هي طبعا اول شيء هاي الامور لازم يشوف طبيب جلدي يعني نتاكد هل هو مثلا مرض جلدي او انه اي بس يعني هي طبعا ننصح يشرب مي. طبعا احنا بنقول مي هو
مو عصاير او بيبسي او كولا أو لا هو مي يعني مي 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 هو المي اللي ما يعرفه مي الابيض ها اللي صافي عشان هو هذا محمد عنده فشل كلوي والله يعطيه الصحه والعافيه عنده شكل غسيل بس يعاني من الام في المعده وشرب الماء ايش كثر لازم يوازن ما بين شرب الماء والاكل طبعا المريض اللي عنده فشل كلوي يعني لازم بيكون استعمال الماء يعني استعمال يعني الماء يعني طبعا حسب يعني الاخصائي طبعا لازم هذه الامور بس انه لازم يحافظ على ما لا يقل عن لترتين ونص لثلاث لترات باليوم لانه هو طبعا من راح يصير غسل الكلى راح يصير عنده فقدان جزء من السوائل بس انه لانه الكلى هي مثل يعني كل السوائل والماء يدخل بالكلى فلازم دائما في استمرار بشرب الماء عنده عشان ما يصير ما يزيد عليه الحاله ممتاز في الام المعده الام المعده يعني ما لها علاقه بالجفاف بس اكيد يعني بسبب العجز يعني بتصير عنده مشاكل ثانيه معه. ام ادريس نفس الطريقه اسئلتها في بين خص الاطفال والتعامل معهم وقله شرب الماء عند الاطفال كيف ممكن ننصح الاطفال دائما لما تقول له اشرب الماء لما يشوفك اذا حس بالعطش هذيك اللحظه ممكن يبغى يشرب ماء بس صحيح. لما تحط لهم كوب ماء انهم يشربونه تنصحهم خلال الوجبه انه يشرب يفضل ممكن مشروبات ثانيه كانت غازيه او العصائر الملونه لا هي طبعا هي تعتمد على الام المفروض هي اللي من هو طفل صغير تخليه يتعلم على شرب الماء يعني مثلا طبعا احنا ما مشكله مثلا عصير يشرب بس مثلا لا هاي المشروبات الغازيه لا طبعا مضره بالنسبه له بس هو بالنسبه للطفل اذا شفنا انه هو ما يشرب مي تحاول انه يعني ما اقول لك انه تجبره بس انه تخليه يعني اكثر من مره مثلا الصبح من يقعد شربه ماي خصوصا اللي عندهم اللي رضاعه صناعيه مثلا اقل من سنتين او ثلاث سنوات يعني انه تعلم يعني تدريجيا انه خلاص هو بعد يبدي يشرب الماء حتى لو ما كان عطشان يعني اذا في بعض الاسر وحتى في عاداتنا العربيه يطيبون الماء يا يحطوا له هيل يحطوا له كذا او ماي ورد يحطون عشان هل تنصح بهالشيء خاصه للاطفال عشان يكون اي يعني هسه حاليا مختلف. خصوصا كبار السن مثلا بيقول لك انه عشان انه لانه هو اصلا من يبدي تقل نسبه المياه عنده بالجسم فيعني تقل عنده العطش مو مثلنا احنا يعني اللي فوق ال 65 قلت لك 50% من جسم الانسان مي بينما الشباب 70% فراح اصلا يعني تلقائيا تقل عندهم الرغبه للعطش او لشرب الماء فقسم منهم بيقول لك مثلا ينصح انه ماي مع مثلا ليمون يعني على مود يكون انه يعني طعم يكون طيب يعني وبالاطفال نفس الشيء ما مشكله انه هو الماي بس انه مثلا احنا نبتعد عن مثلا يعني المدررات مثلا الشاي القهوه يعني واحد يشرب بس تعرف انت من تشرب بعد فتره بسيطه راح تفقد هاي لان في مثلا الشاي والقهوه مدره للبول مدره للبول فراح تفقد سوائل اكثر يعني عموما نتمنى الصحه والعافيه للجميع وان شاء الله الله يبعد عنكم الجفاف وان شاء الله دائما تكون اجسادكم كذا صحيه ولكن زي ما قال الدكتور بالنسبه للرجال الرشد من لترين ونص الى 3 لتر بالنسبه للنساء من لترين الى لترين ونص هذا في الفترة العادية فترة الصيف هل يزيد فترة الصيف يزيد وطبعا يزيد مثلا بالرياضة من تبذل مجهود أكثر يعني هاي احنا خلينا نحكي قلنا حاليا بالشتاء أو بداية الربيع ممتاز. بس بالصيف أنت لا تزيد يعني توصل 15 16 كاسة ومو ضروري لازم أعطش عشان أروح أشرب لا 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 لازم كمية الماء حتى لو جرعات بسيطة حتى لو جرعات بسيطة كل الشكر لك دكتور أنا سعيد كثير بوجودك معنا أنا ونتمنى إن شاء الله زيارتك القادمة إن شاء الله في مواضيع مختلفة شكرا للدكتور مصطفى عصام العلي وهو طبيب عام بمستشفى الخليج التخصصي وحديثنا معه كان حول جفاف الجسم شكرا دكتور ما قصر وإن شاء الله ما لكم إلا العافية وفاصل وراجعين
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى فقرتنا المباشرة والربط المباشر من خلال برنامجنا قهوة الصباح، ومعنا في الجانب الآخر سيف الفوري. صباح الخير مرة ثانية سيف. من جديد صباح الخير لك عبد الله ولكل الأحبة المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح في هذا البرنامج الصباحي وفي هذه النافذة الصباحية. عموما احنا مستمرين في تغطية المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب البيئي، والتفاصيل ان شاء الله تعالى اوفى حول هذا الموضوع وحول هذه الفعالية والمنشط ناخذها ايضا مع الأستاذة نظيرة بنت احمد الحارثية. نرحب بك معنا أستاذة نظيرة ومرحبا بك وصباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير فيكم جميعا. حياك الله أستاذة نظيرة، كذا تكلمينا وتعرف أيضا كل المشاهدين بالمخيم هذا يعني اللي هو الحين في نسخته الرابعة، فزينك تعطيهم كذا معلومات في البداية عنه. فعلا مثل ما ذكرت هذا هو الملتقى الطلابي الرابع لبرنامج جلوب، لكن في هذه العام خطونا خطوة كبيرة في هذه الفكرة، صارت لمدة يومين وصارت بطريقة أخرى بحيث أن الطالب يعيش مع البيئة اللي نهدف لحمايتها والحفاظ عليها. فعلا في مشاركات رائعة من طلابنا استقبلوا الفكرة برحابة صدر مع أنها شوي غريبة عليهم، خصوصا مثلا الطالبات اندمجوا مع بعض بشكل كبير جدا. أتابعهم طول أيام المخيم وأشوف كيف يشتغلوا، في البداية كان نوع من التخوف وعدم المعرفة كيف التعامل في الحياة مع البيئة، لكن لاحقا يعني صار اندماج كبير، واليوم يقولوا لي راح نكمل إن شاء الله للأيام القادمة يعني، فهذا شيء طيب الحمد لله. طيب أستاذ نظيرة كلمينا كذا عن الدول المشاركة، يعني أيضا شاف كيف شاف التفاعل الإقبال أيضا من قبل الطلبة والطالبات الموجودة هنا في المخيم. هذه أول مرة لجلوب عمان أنهم يستضيفوا دول من إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا اللي هو الإقليم المنضم له سلطنة عمان في برنامج جلوب. دعيناهم ضمن هذه الخطوة الواسعة اللي حققها البرنامج هذا العام، وبتوجيهات يعني من الوزارة ككل نحقق الأهداف التربية البيئية. الحمد لله مشاركتهم كانت رائعة من خلال البحوث الدولية، شاركوا بخمس بحوث دولية تم تقييم هذه البحوث، والآن إن شاء الله سوف تعلن الأسماء الفائزة. طلابهم اللي حضروا معنا اليوم أيضا كانوا مشاركين ومندمجين وفي المخيم مع البعض، طبقوا البروتوكولات وصاروا يتناقشوا كيف هم يطبقوا البروتوكولات في دولتهم وفي عمان كيف يتم التطبيق، فصار في تبادل خبرات بطريقة غير تلقائية ما بينهم. زين أيضا نعرف كذا المشاهدين بما أنه هذا في النسخة الرابعة، فإيش اللي يميزه بالتحديد عن النسخة السابقة؟ حقيقة أنه هو بنفسه يعني الفكرة مميزة، الحضور مميز، المكان أيضا مميز. الكل كان يقول خلونا في عند أجواء المدينة والقرب الخدمات، فقلنا لا احنا نريد نحقق أهداف التخييم الحقيقية، فإن شاء الله المميز أنه القادم سوف يكون مختلف وسوف تكون الخطوة إن شاء الله أكبر. طموحاتنا كبيرة جدا في برنامج جلوب وإن شاء الله سوف نحققها مع جهود طلابنا ومعلميننا بإذن الله تعالى. بارك الله جهودكم أستاذ نظيرة، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. إذن أيضا هذا شكرا للأستاذ نظيرة الحارثية من اللجنة المنظمة لهذا المخيم. ننتقل مباشرة بما أنها أستاذ نظيرة أكثر من مرة ذكرت عبارة برنامج جلوب، وأنا ذكرت أيضا بما أن المخيم الدولي الرابع الطلابي لبرنامج جلوب البيئي العالمي، نتعرف مع المشاهدين أيضا على هذا المصطلح وعلى هذا البرنامج بحضور الأستاذ سلطان بن متعب المقاود من المملكة العربية السعودية. أستاذ سلطان مرحبا بك في قهوة الصباح وصباحك خير. حياكم الله، صباح النور، يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. نتكلم كذا تعرفين أيضا المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوة الصباح عن معلومات عامة حول هذا البرنامج برنامج جلوب العالمي. طبعا من المعلوم ان برنامج جلوب البي هو برنامج بحثي يتعلق او باختصار كلمه جلوب مثل ما يعلم جميع البحث والدراسه من اجل افاده البيئه. من المعلوم ان البيئه المبحث الاساسي لهذا البرنامج واهتمامات البرنامج، حكومات الدول العربيه والدول العالم اهتمت في موضوع البيئه لانها مثل ما نقول انها مكون اساسي وتعكس حياتنا وتؤثر على حياه الانسان عموما بشكل عام. باختصار شديد جدا هذا عن برنامج جلوب المخيم. لو افتحت الفرصه في البدايه سعني الان اشكر جميع القائمين في الأستاذة نظيرة، الإخوان جميعا، فريق العمل على حسن الضيافة وحسن الاستقبال، بذلوا الجهد وصدقا جهد خرافي تمام في ظل الاجواء وتوفير الامكانيات لنا بشكل عام. استاذ سلطان انت ما شاء الله عليك يعني ايضا من الوفد السعودي من المملكه العربيه السعوديه، ايضا لو تكلمنا وتخبر المشاهدين عن طبيعه مشاركتكم في هذا المخيم. طبعا مشاركه الوفد السعودي عباره عن بحث
عن سد الملك فهد. طبعا سد الملك فهد يعتبر من اكبر سدود في المملكه، يقع في منطقه بيشه. الطالبات عندنا شاركوا في بحث عن عمليه دراسه تاثير العلامات الحيويه البي اتش الاسل الهيدروجيني درجات الحراره على حياه الاسماك، لان في يوجد نوع واحد من الاسماك موجود في البحيره هذه. عملوا دراسه مدى تاثير اختلاف درجات الحراره، تغيرات البيئيه على حياه الاسماك في هذا السد. يعطيكم العافيه استاذ سلطان، بارك الله فيكم، احسنت، جزاك الله خير. تعرفنا عن اللجنه المنظمه وعن تفاصيل المخيم وايضا عن برنامج جلوب. معنا الطالب الان من دوله الامارات العربيه المتحده مريم عبد السلام عبد الله. صباحك خير ومرحبا بك ايضا في قهوه الصباح يا مريم. مرحبا بك، صباح النور. بصراحة مشاركتي في برنامج جلوب كانت مشاركة ثرية وأثرتني بشكل كبير. صحيح نحن تدربنا قبل في الإمارات، لكن ما تدربنا على الطرق اللي هم علمونا إياها. استفدنا مو بس ببرنامج جلوب، علمونا مدى أهمية البيئة اللي حولنا. صح نحن نعرف الأهمية، لكن هم ركزوا هالشيء فينا، في داخلنا، غرسوه فينا. تعلمنا عدة ثقافات من باكستان، من عدة دول أخرى. كلمينا يا مريم عن طبيعة مشاركتك أنت تحديدا في هذا المخيم، شو كنت بشاركة بشو بالضبط؟ شاركت في محطات البروتوكولات، وإضافة إلى ذلك شاركت في اليوم الثقافي، عرضنا عند دولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركنا وعرضنا تكنولوجيا الإمارات الحديثة في برنامج جلوب باستخدام جهاز سبارك. موفقين يا مريم، أحسنتي، تسلم. إذا عبد الله، هذه وقفتي مع المشاركين ومع المنظمين أيضا في هذا المخيم، مخيم الدولي الرابع الطلابي لبرنامج جلوب البيئي الدولي. طبعا راح تكون إن شاء الله تعالى أيضا لوقفة مع المشاركين في المخيم. وعموما الكلمة عليك الآن عبد الله. مشكور يا سيف، يعطيك العافية، تحياتي لك والقائمين على هذا الملتقى وهذا اللقاء الجميل، وأيضا تحية لكل الطلبة والطالبات شباب المستقبل، يعطيكم العافية جميعا. وفاصل وراجعين.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا الثاني في برنامجنا قهوة الصباح، ودائما في حلقات برنامج قهوة الصباح لازم تكون هناك في مساحة خاصة لإخواننا وأخواتنا طلبة الكليات، الجامعات، المدارس وما شابه ذلك، بقدر الإمكان تكون في مساحة شبابية لكل الشباب. اليوم عندنا فعالية طلابية، اليوم العالمي للمياه لمجموعة التربة والمياه والهندسة الزراعية بجامعة السلطان قابوس. بنتعرف على تفاصيل هذا الموضوع من خلال ضيوفنا ما شاء الله تبارك الله، منهم باقي له فصل ويتخرج، منهم باقي له فصلين ويتخرج، نقول لهم مبروكين من الحين. انتوا اطلق عليكم مهندسين بعدين ان شاء الله. يعني انا اطلق عليهم كذا تيمنا خلال الفصل القادم. معانا ان شاء الله مهندس المستقبل هشام بن حمد البحري، رئيس مجموعه التربه والمياه والهندسه الزراعيه، نقول صباح الخير. صباح النور. وايضا نرحب كذلك بمهندستنا مزنه بنت سعيد العبريه، رئيسه لجنه الديكور بمجموعه التربه والمياه والهندسه الزراعيه. صباح الخير. صباح النور. نورتونا والف مبروك مقدما. الله يبارك. تحيه اول شيء لابائكم وامهاتكم اذا كانوا يتابعونا ولهم فرصه انهم يشوفون برنامجنا، الله يعطيهم الصحه والعافيه، ان شاء الله يفرحون فيكم يا رب. ان شاء الله. ندخل معاك، يلا عطنا ايش الموضوع. طبعا احنا مجموعه التربه والمياه نحتفل مع العالم باليوم العالمي للمياه هذه السنه، هو يصادف سنويا 22 مارس. ممتاز. ان شاء الله هذه السنه راح يكون عندنا جدول مزدحم بالفعاليات من يوم السبت لحد يوم الجمعه. ممتاز، يعني اسبوع كامل تقريبا ان شاء الله، يعني ثلاث ايام الى اربع ايام تقريبا، ولا اسبوع؟ اسبوع. اسبوع يمكن اكثر بعد. ما شاء الله. بدانا قبل لانه في تحضيرات كانت. أيوة. كانت البدايه بحملات توعيه. اي نعم. من بدانا الاسبوع الماضي، والاسبوع الجاي راح تكون فعاليات مكثفه ان شاء الله. زين، من خلال هذا الفعاليه انتم ايش اللي ممكن توصلونه؟ يعني هو في احتفال عالمي، وانتم من خلال جامعه السلطان قابوس حابين توصلون رساله للمجتمع، بتتمركز في اي جوانب؟ طبعا للأطفال غير عن البالغين. ممتاز. للأطفال نبدأ نرسخ في أذهانهم كيفية المحافظة على المياه. طبعا هي بتكون الفعالية كامل تثقيفية ترفيهية. الأطفال نبدأ فيهم بالأمور والمبادئ، نربط فيها بالأشياء العقائدية. أما للبالغين نعطيهم أكثر معلومات ومشاريع تعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله. ممتاز. المشاريع إذا كان الأطفال ولا كذلك الكبار، والله حتى الكبار يحتاجون أحد يعطيهم إرشاد في كيفية استهلاك المياه، هل بتكون أسلوب محاضرات وإلقاء ومعلومة، ولا بتعملون كذا تكنيك جديد يعني نفس اللي قاعدين نشوفه الحين بروح الشباب؟ هو راح يكون شيء متكامل. يعني ممتاز. في مشاريع تعرض ديناميكية يعني حركية، يشوف الزائر كيف تم عملية المشاريع. نعم. من الصفر لحد ما يطلع لك المياه نظيفة. ممتاز. أيوة. وفي نشرات توعوية وفي بوسترات تعرض تشرح. نعم. كامل التفاصيل لكيفية، مثلا أعطيك مثال على المياه الرمادية. نعم. تعريفها أول شيء، المياه الرمادية هي المياه المستهلكة في غسيل الملابس. نعم. أو يعني هي اللي تحتوي استخدمت في أيوة. نعم. تحتوي على جزيئات قليلة من. نعم. صغيرة يعني ممكن نتخلص منها بسهولة بتكلفة أقل. ممتاز. أيوة. أنا قبل فترة في قهوة الصباح جوني مجموعة من الطلاب عاملين حتى الخزانات الجوفية، وممكن حتى هم حاطينه كمشروع في المستقبل، إن أي أحد عنده مشروع بناء إنه يسويه يكون احتياطي إلى الخزان اللي يستهلك. أيوة. فيه المياه الطبيعية. هل في شيء بيكون في تأكيد زي كذا مثل هذه المفاهيم اللي عندهم مشاريع أو عندهم يعني كخطة عملية إذا أنا أقدر أستفيد على مستوى بيتي؟ في مسبقا اصلا يعني او شيء تطبيق لهذه الخزان. نعم. في بيوت صديقه للبيئه، صديقه للبيئه في البدايه يبنى مع المنزل في الاسفل قاعده خزان مياه. المياه هذه ما تستخدم لجميع مثلا الاستخدامات البشريه. المياه المتجمعه تستخدم تقريبا للزراعه ليس. نعم. للاستخدام البشري. ممتاز. فقط اعاده استخدامها وغير و غير صالحة للشرب. ممتاز. ممتاز. إذا أنا تعرف يمكن أكثر حاجة لما تصير مثل الفعاليات هذه، في فعاليات تكون جذابة بالنسبة للزائرين، بما أنكم أنتم أسبوع أكيد بيجونكم من داخل الحرم الجامعي ومن خارج الحرم الجامعي، صير مصدر جذب بالنسبة للزائر إني عنده استفسارات ويحب يناقش، وإذا ما ناقش من خلال يمكن المجسم نفسه يكون مبهر بالنسبة لي عشان الحرم. وفي فعاليات يزعلون مني بس تكون روتينية، إيقاع روتيني، يعني شخص طالب أو طالبين يتكلمون في نفس الموضوع، تكون على شاكلة محاضرة ولكن وجها لوجه مع الزائر أو السائل لهذه اللحظة. أنتم ماخذين أي منحة؟
احنا من كل الجوانب حبينا ان ننوع في هذه الاشياء نفس ما قلت لك، ما بس على شكل محاضرات، على شكل مسابقات، على مثلا حملات توعويه، يعني نزور المنازل، نزور المساجد، نعمل يعني حاجه ملموسه. ممتاز. ايوه، لان اكثر يعني حسيه بالنسبه للزائر. ممتاز ممتاز، يعني حاطين في بالكم من الزائر. زي ما قلتوا لي مستهدفين الاطفال ومستهدفين كذلك الكبار. في بحكم يعني نقدر نقول الدراسات والاعمال، من اكثر تحسون استهلاكا او عدم استرشاد المياه عنده مو بذاك المستوى؟ هو صراحة أنا الشباب يمكن بعد الشباب. يعني ما بس نقول الأطفال. نعم. يمكن الشباب الكبار نفس الشيء مثلا. إذا أكثر الاستهلاك يكون في أي جانب؟ زراعي. الزراعي. يعني ما يكون على أنه والله ما شاء الله يعني فترة إحنا قفزنا قفزة يعني الري عن طريق الأنابيب وما شاء الله ما زالت فيها ما شاء الله. بوجود الأجهزة الحديثة للري تبقى عند المزارعين العمانيين البسيطين فكرة وجود المياه فوق سطح التربة هو شيء مرضي نفسي. مرضي نفسي بالضبط. إنزين خليني شوي، بما أنكم الحين أكيد في زيارات ميدانية إن كان على مستوى الولاية المنتمين لها أو لما تتمشون أنتم كطلاب، أنتم تخصصكم يعني تربة ومياه، فكل واحد بسبب تخصصه ترى ينفرض عليه في أسلوب حياته كيف يعيش. هل أنتم مزعجين لأهلكم؟ أنا قصدي الإزعاج الإيجابي من ناحية المياه. أيوه. أي نعم. لأن نحن في بيتنا حتى إسراف المياه في الزراعة موجود. فأنت ما شاء الله تقين. فدائما أقول وجود المياه فوق سطح التربة ما يعني أنه فعلا النبات يحتاجه. يكون ري النبات بكمية محدودة. محدودة بنفس الري الحديث هذا. لأنه في النهاية الماء الزايد راح يأثر سلبيا أكثر من أنه يأثر إيجابيا. كيف ممكن نغير هذا المفهوم؟ هو طبعا يعني انا اعطيك مثلا، في بعضهم عشان يستحم يقول لك انا اذا ما قعدت نص ساعه و40 دقيقه تحت الدش ما كني غسلت، في بعضهم نفس الطريقه اذا ما امتلى الحوض عشان يغسل، هذا بعض التصرفات حتى في الوضوء، في بعضهم اذا ما فتح الولف كذا وخلاه مثل هدر مثل النهر ما يحس انه قاعد يتوضا. بالنسبه للوضوء نفس ما خبرتك راح تكون حملات للمساجد، تغيير فلاتر الحنفيات هذه بتركيب حنفيات فلترات ثانيه تقلل الماء الدفاع. ايوه ممتاز. بالتالي يعني كنا نضرب عصفورين بحجر. نعم. اول شيء عمليه فلترة الماء. نعم. وثانيا خلال اهدار الماء. ممتاز. كيف ممكن نفس الطريقه هذه خذيتوا انتم خط وهذا ان شاء الله يعمم على كل المساجد، انتم تاخذون مجموعه من المساجد عشوائيا. عشوائيا. تغيير هذه المفاهيم التصحيحه، يعني اذا كان المزارعين كيف ممكن نحاول نقول لهم تقليل المياه لك وللاجيال القادمه، غير كذا ايضا لصحه النبات. ثاني شيء بالنسبة للاستهلاك اللي داخل، الحمد لله ترى احنا في نقلة نوعية عندنا، في كثير من الناس الحين صارت كثير حتى في غسيل السيارات وإلى ذلك، استخدام المياه الغير صالحة للشرب هي اللي قاعد توصل، الري بالنسبة للمعالجات بالنسبة للصرف الصحي قامت هي تستخدم في عملية الزراعة، تغيير بعض المفاهيم اللي تحسونها في المستقبل بعد محتاجة تأكيد عليها مزنة. في عندنا نحن المزارعين العمانيين وجود بعض مفاهيم خاطئة طبعا، اختلاف نسب المياه للنباتات باختلافها تختلف. نعم. ليس كل النباتات تحتاج نفس كمية المياه. في نباتات تحتاج كمية قليلة، وجود الكمية الكبيرة يقتل النبات. نعم. التوعية طبعا متواجدة بهذا الجانب، لكمية المياه لكل المحاصيل في الأسبوع القادم إن شاء الله. بالنسبة لأجهزة الري الحديثة أيضا سوف تعرض في فعالية عندنا تقام من الأحد إلى يوم الثلاثاء تسمى فعالية المسار المائي. نعم. إن شاء الله راح نتكلم عن هذه الأمور. ممتاز. ممتاز. لتوعيتهم وتثقيفهم. عطني بس بالنسبة للموعد والموقع وين بتكون الفعالية؟ بعطيك التفاصيل كامل. ايه. عندنا أول شيء يوم السبت في شاطئ القرم نقطة توعوية راح تكون عرض أوبريت مائي بالنسبة للطلاب، وعندنا عرض للطائرات. نعم. وعندنا عرض مقسم قطرة للأطفال هذا. ممتاز. يوم الأحد راح نفتتح المسار المائي في مركز خدمات الطلاب جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى نقطة توعوية بكلية كاليدونيا. حلو. يوم الاثنين راح تكون نقطة توعوية بمستشفى الجامعة. ممتاز. بالإضافة إلى بدء الحملات في المساجد والمدارس لحد يوم الثلاثاء. ممتاز. يوم الأربعاء شوية راح بريك لأن تنتظرنا
لا يوم الخميس البريك. اي نعم. لان انتظرنا فعاليه كبيره في الصحوه، حدائق الصحوه. ممتاز، بتكون في جو مفتوح هذا. جو مفتوح. من الساعه كم للساعه كم؟ من الساعه 4 لحد الساعه 9 ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. جميعا هشام ومزنا يعطيكم العافيه، نورتونا برنامج قهوه الصباح. عارف هشام يبغى يقول كلمه، بس اقول اي نعم، انا تقريبا خلصت الفقره معاهم، ولكن الكلمه الاخيره بتكون عند هشام. في النهايه احب اشكر الدكتور احمد الوسعيدي مشرف المجموعه. كل التحيه. بالاضافه الى جميع الاداريين اللي يوميا يعني ما شاء الله عليهم ليل ونهار شغلهم عشان هذا الشغل نطلع بالصورة المشرفة، وكذلك الأعضاء اللي معنا. الله يعطيكم العافية، نورتوني، واتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق، وإن شاء الله مثل هذه المفاهيم يعني تغرس من الصغار وكذلك للكبار إن شاء الله. مشكورين ما قصرتوا. إذا كان هذا حديثنا حول فعاليات اليوم العالمي للمياه لمجموعة التربة والمياه والهندسة الزراعية بجامعة السلطان قابوس. احنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين، لا تروحون بعيد. أصبح الكثير من الناس يستخدم الحذاء الرياضي في حياته اليومية لما يقدمه من راحة أكثر مقارنة بالحذاء العادي، لذلك أصبح لدينا الكثير من الأحذية الرياضية بأشكال جميلة تستطيع استخدامها للمشي وممارسة الأعمال اليومية، عادة ما تكون أقل توسيدا من الأحذية الأخرى ولا تقدم الكثير من مواصفات التحمل ومنع الانزلاق المطلوبة في الرياضات الأخرى، لذا فإنه تتم صناعة الحذاء الرياضي عادة من مواد مرنة، وفي الغالب يتم استخدام المطاط على الكثافة في صناعة الحذاء، ونتيجة لتطور رياضي صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وإلى هذا هي الملتقى خاص بالطلبة والطالبات ونشاط كثير فعال بنرصده من خلال كاميرا البرنامج قهوة الصباح، وأيضا بوجود سفيرنا سيف الفوري. تفضل. مرحبا بك من جديد عبد الله، تحية صباحية لك ولكل المشاهدين. احنا مستمرين ايضا مستمعينا الاحبة ومشاهدينا الاحبة ايضا في برنامج قهوة الصباح في تغطية فعالية المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب البيئي العالمي. عموما مستمرين وننتقل مباشرة ايضا الى الطلبة المشاركين في هذا المنشط وفي هذه الفعالية. معنا الحين سيف بن سليمان الفرعي مصمم شعار المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب. يعني كانت في مسابقة، لو أو خبرنا أنت بنفسك يا سيف، أول شيء صباحك خير، تخبر المشاهدين عن طبيعة هذه المسابقة وكيف فزت فيها. تم وضع المسابقة في جميع المدارس وتم اختيار الشعار المتميز. اختاروا شعارك بحيث يكون شعار لهذا المخيم، كان في مسابقة على مستوى المدارس وحصلت أنت فيها على المركز الأول، وتم اختيار الشعار بحيث يكون حاضر في المخيم الطلابي الدولي الرابع، صحيح؟ ما أعرف كيف تخبرنا عن موهبة التصميم هذه معك، متى بدأت بالضبط وكيف أيضا لقيت استفادتك وطبيعة مشاركتك في المخيم؟ أولا تشجيعي من أبوي وأخواني عن طريق رؤية تصاميمهم وعمل نفسها، وفي هذه المسابقة تم طرحها لجميع المدارس وحبيت أشارك فيها. خبرنا عن شعورك لما وصل نبأ أنك خلاص أنت المركز الأول وشعارك راح يكون حاضر في المخيم، شوف على كل القمصان والقبعات وغيرها يكون شعارك حاضر. طبعا فرحت لان تم وضعها في جميع هذه الملابس وتم وضعها في جميع الخيم و جميع حتى الكابات تم وضع فيها الشعار. يعطيك العافيه سيف، مبارك لك هذا الانجاز وشكرا لك.
الله يبارك فيك. هذا كان سيف الفرعي، طبعا هو مصمم شعار المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب العالمي البيئي. ننتقل ايضا الى احدى المشاركات من لبنان، كاتيا رائد شعبان، مرحبا بك، صباح الخير يا كاتيا. صباح النور. كذا خبرينا ايضا وتخبر كل المشاهدين عن طبيعه مشاركتك انت هنا في هذا المخيم، وكيف شفت الاجواء، الطلبه الطالبات زملائك الموجودين هنا، الاستفاده بشكل عام، كذا توصفيها للمشاهدين. انا اول سنه بيجي لهون على برنامج، بشارك ببرنامج جلوب، هو برنامج كتير ناجح وحلو، استفدنا من كتير اشياء، تعرفنا على النباتات هون، تعرفنا على الطبيعه والمناخ عندك فوق، كمان استفدت من الناحيه الاجتماعيه، تعرفنا على زملاء من العالم العربي، يعني من بلاد اخرى، واستفدنا كثير يعني من التجربه، والكامب كانت كثير حلوه. هذه اول مره تزور فيها عمان؟ نعم اول مره. كذا كيف شفت عمان بشكل عام؟ يعني اول ما اتيت استغربت شوي، لانه من لبنان مش معودين هيك على الطبيعه، لكن تاقلمت مع الجو ولاده وكثير حلو هون. الرساله اللي حابه توجهها لكل المشاهدين فيما يتعلق بالمخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب؟ بنصح الكل يشارك فيه لبرنامج جلوب، كتير حلو مميز، بيوعي الإنسان وبيزود من ثقافة الإنسان ومن معرفه عنه. يعطيك العافية، شكرا لك كاتيا. انضم إلى أيضا معنا الحين أحمد جاسم أحمد من مملكة البحرين، تفضل معنا يا أحمد، حياك الله وصباحك خير. من صباح النور الفاح. صباح النور. يا مرحبا بك أحمد. كده تخبر أيضا المشاهدين عن طبيعة مشاركتك، وكيف شفت الأجواء، كيف الاستفادة اللي حصلتها بما أنه اليوم إحنا اليوم الختام للمخيم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصراحه جيتنا هني وايد حلوه كانت، واستمتعنا وحتى تنمت علاقاتنا ويا الناس، وصراحه الشعب العماني يعني لو شنو بقول ما بسكت في حقهم زين، ويعني والله استفدنا خبرات وايد يعني، وتنمت مهاراتنا، يعني ما اقدر اوصف الاشياء. طيب لو تخبرنا صف كم انت بالضبط في المملكه هنا؟ العاشر. اكيد استفدت هنا مع زملائك سواء من دول المشاركه وكذا. صح، وحتى يعني تعرفت على ناس يعني طيبه ما لها حدود زين، والله الحمد لله يعني. شوف لها اهميه مثل اقامه هذه المخيمات والملتقيات؟ اي نعم، هي يعني اولا بتخلي البيئه سليمه، اول شيء لان البيئه هي عام التنميه المستدامه، اذا ما في بيئه ما بيصير في تنميه مستدامه حق المستقبل، ويعني وانصح الجميع ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا لك يا احمد. العفو. عموما عبد الله هذه كانت وقفتي الاخيره والختاميه من هنا من المخيم الطلابي الدولي الرابع لبرنامج جلوب البيئي العالمي. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن في تفاعل كبير جدا من قبل الطلبه والطالبات، المدارس طبعا بمختلف الدول المشاركه مثل ما ذكرنا، من الكويت، من البحرين، من السعوديه، من لبنان، من جنوب افريقيا، من مصر، ومن السلطنه وغيرها الكثير. عموما الكلمه اليك، ودائما كذا صباحات جميله اتمناها لكل المشاهدين، واجازه سعيده ان شاء الله تعالى باذن الله. مشكور يا سيف، يعطيك العافيه على هذه التغطيه، وتحيات الفريق العمل المتواجد معك. احنا بدورنا كذلك بناخذ فاصل قصير، وبعد الفاصل بيكون عندنا موضوع جميل، لا تروحنا بعيد.
ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ونقول كل عام وكل أم قاعدة تتابعنا في هذه اللحظات بألف خير. دائما يمكن على المستوى العالمي يصادف 21 من شهر مارس يوم الأم على مستوى العالم العربي وكذلك العالمي، ونحن دائما نكرر هذا المفهوم أن الأم كل الأيام لها، كل اللحظات لها، ولكن في بعض المرات حلو الإنسان إذا كان في مناسبة أن يشارك، زي ما يكون في عيد المعلم، عيد الشجرة، عيد، فإذا صار في على مستوى العالم احتفالي بمناسبة الأم، ولكن الحمد لله ربي من علينا وأكرمنا بنعمة الإسلام وحب آبائنا وأمهاتنا، لهم كل التقدير وألف تحية لكل الأمهات. أشهر الأغاني اللي تغنت بحب الأم لفايزة أحمد، الراحلة الفنانة فايزة أحمد، في كثير من الأغاني نزلت واشتهرت، حتى الفنانين بعضهم قام يعني يحرصون إذا كان في عندي ألبوم غنائي تكون في أغنية خاصة للأم. أول شيء نرحب بضيفنا وحبيبنا الأنيق دائما الدكتور سامي بن خالد الزجالي، المختص في التسويق الاجتماعي، وهو طبيب يعني دكتور صيدلي، ولكن دائما له وقفات كذا اجتماعيه وكذلك انسانيه في الارتقاء بالمفاهيم العامه. صباح الخير. صباح الخيرات اخوي عبد الله، اكيد صباح الويكند او الاجازه والاجواء الجميله. لو ان اسبوع حافل كان بالنسبه لي. اي والله كنا. شو اخبارك؟ الحمد لله طبعا. تحيه ايضا لكل المشاهدين والمستمعين قاعدين يسمعونا اليوم. راح نتكلم عن الام وعن يوم الام، مثل ما حضرتك قلت انه مش الكل يستخدم مصطلح عيد، لان احنا كمسلمين دائما نقول عن عيدين فقط. وكلمه عيد هي لعوائد الاحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها بعيد الفطر وعيد الاضحى. لذلك احنا نقول يوم المعلم بالغالب، يوم الشجرة، اليوم يوم الأم. اليوم يمكن قبل ما أتكلم بتفاصيل عن هذا الموضوع، بس حاب أنوه على شيئين. أنا مش مع أو ضد يعني مثلا أن الواحد يكرم الأمهات، فأنا بحتفظ بآراء الشخصية لنفسي، إنما أنا هنا أؤدي واجبي كمسوق اجتماعي. والموضوع الثاني، أنا لين نهاية الفقرة رح تلاحظ ما رح أغلط أقول عيد الأم، إنما يوم الأم، لأن هذا هو المصطلح عندنا إحنا بالتسويق الاجتماعي، إنما هو يوم تم تحديده. قبل ما أيضا أبدأ خلني أسألك هذا السؤال. بالغالب حضرتك تلاحظ بمجتمعات الشرقية لما بيجينا قرار أو مشروع يخدم المجتمع، كثير من الناس ما يشوفوا إذا هذا المشروع يخدم المجتمع أم لا، قد ما يشوفوا القرار والمشروع جاي من طرف مين. إذا جاي من طرف عبد الله وأنا وعبد الله ما متفاهمين، أنا ممكن أرفض هذا المشروع. لذلك كثير ناس تقول يوم الأم أكيد الغرب وراء الموضوع، لذلك إحنا رافضينه قطعا. لكن اليوم أنا جاي أوضح أو أصحح بعض المعلومات إذا الشخص ما أخذها بدقة متناهية. أولا، تاريخ 21 مارس هو أول أيام الربيع، وفقط الوطن العربي يكرم، لا أقول لاحتفل، يكرم الأم في 21 مارس. العالم كله كل حد عنده تاريخ مختلف. على سبيل المثال النرويج عندهم تاريخ 2 فبراير، الولايات المتحدة الأحد الثاني من مايو، جنوب أفريقيا الأول من مايو، الأرجنتين 3 أكتوبر. ولو دخلنا الإنترنت رح نلاقي كل البلدان حاطين تواريخهم. فمعناته 21 مارس هذا التاريخ ليس للغرب إنما للعرب. لو نيجي نتكلم مين اللي أنشأ هذا الفكرة عند العرب، هو الصحفي والمفكر المصري علي أمين الراحل، وأخوه مصطفى أمين اللي هم مؤسسي جريدة أخبار اليوم. هم حطوا سؤال بفقرة أو بخانة فكرة، وسألوا القراء بثلاثينيات القرن الماضي إنه يا جماعة الخير
إيش رأيكم نحدد يوم نكرم فيه الأمهات بالذات للأشخاص اللي 365 يوم مبتعدين أو بعيدين عن أمهاتهم؟ فطلعت الفكرة واختاروا أول أيام الربيع. فلذلك مين اللي وصل الفكرة للخليج؟ أم أخواننا المصريين وليس الغرب، لأن الغرب عندهم تواريخ مختلفة، وإحنا نعرف أيام السبعينات ثمانينات كانت كل أساتذتنا من مصر، فجاءوا وجتها الثقافة للخليج. لذلك اللي يقول هي من الغرب فإحنا حابين نصحح المعلومة، التاريخ له من الغرب ولا المبدأ أنشئ من طرف الغرب. هذا واحد. اثنين، لو قلنا أيضا لا الغرب يحتفل ويقوم وهذا تقليد أمريكي، ما ننسى أن النص تقاليد العالم اليوم ماخذينها من الدين الإسلامي. إحنا الدين كرم المرأة في الوقت اللي المرأة ما كان لها مكانة بالمجتمعات الذكورية، مش فقط بشبه الجزيرة العربية، بالعالم كله. لذلك هم أخذوا الفكرة ومن ثم قاموا جددوها بطريقة على أساس لأن هم عندهم العلاقات الإنسانية شوي هشة، إحنا عنا أقوى، لذلك قالوا خلنا نستذكر أمهاتنا على الأقل بيوم بالعام. ممكن الناس تعرف، ممكن لأنها ماخذ الجانب التسويقي إن اشتروا عشان المناسبة، فممكن هذا اللي كان يزعج الناس. لا أنا في مفهومي زي ما تفضلت، أنا حيك على نقطة ذكرتها، أنا ما قاعد أقول وجهة نظري أو إيمانياتي بشيء معين، كثر ما حين قاعد نوضح الصورة. الأم تستحق منا كل التقدير والاحترام. ليس في يوم واحد بل طول عمرنا، مهما سوينا لأمهاتنا، مهما سوينا، تخيلوا مهما سويت ولا عشر من أعشار تقدير تكفي. لما كنت صغير وتكون مريض على فراش المرض وهي سهرانة بس عشان تكمدك وتخفف عليك وترعاك، يكفيك التسع شهور اللي هي حاملة فيك، التعب والجهد اللي قاعد يبذله. فما في مقارنة. هي الفكرة بس إنه اللي أنا أستغربه أنه دائما لما تصير مثل هذه المناسبات شبكات التواصل الاجتماعي، ردود الفعل الاجتماعية، فلو ما عطيناها بس حنا فكرة ولا نظرنا للموضوع ترى بيمر الموضوع مرور الكرام ولا بيأخذ. وثانيا أنا بسأل الشخص اللي ممكن ضد تكريم الأم، أرجع أقول ما قلت احتفال بالأم، تكريم الأم. هذا الشخص يا أخوي انزل اشتري له هدية، إذا مش هدية كلمة طيبة، ومو شرط 21 مارس، 21 فبراير، 21 أو 20 مايو، أي بعد شهر، بالوقت اللي يعجبك. في ناس يقولوا إحنا ما نكرم الأم يوم إنما كل يوم. أنا حاب أسأل هذا الشخص في اليوم كم مرة يتصل في والدته. أنا بتكلم بمنطقية، دام إحنا متعودين مع المشاهدين إنه نكلم بمنطقية. كثير ناس تلتصق أو تتمسك بالشعارات، ولكن لما يجي يطبقوا في تناقض واضح. إحنا قاعدين نشوف بالذات لما بيتزوج الشخص ويتأثر بشخصيات أخرى مثل الأطفال، مثل مثلا الزوجة، وبالذات لما ما بيحبوا يجتمعوا عند الأمهات. لذلك أنا بس حاب أقول لكل عماني، يعني على وجه التخصيص هذا الشيء، إحنا بالعالم كعمانيين رغم حضارتنا، رغم تحضرنا، تقدمنا، رغم كل الخيرات اللي عندنا، لكن إحنا معروفين بأخلاقنا. الحمد لله. فالأخلاق ما جت من الجامعات، ما جت من المدارس، جت من بيوتنا. ومين من بيتنا اللي كان يهتم فينا؟ مش الأب اللي كان يشتغل، إنما الأم. فلذلك أقل ما يمكن إحنا نقدم لهذه الأم إن نكرمها، مش يوم بالسنة، على الأقل يوم بالشهر. فلذلك أنا جيت هنا أقول للناس هذه الكلمات. وحضرتك لما ذكرت المثال لما كنا مرضى، بأمانة صار موقف بأحد العيادات قبل سنة، بعدني كنت معكم بقهوة الصباح بس ما ذكرت الحادثة. اللي صار، حضرتك بتعرف لما بيكبر الأمهات شوي بالعمر والآباء بيكرروا المعلومة أكثر من مرة للأبناء، على بالهم الإبن ممكن ينسى. لأنه هو الأب والأم بعدهم في بالهم عبد الله أو سامي، هم هذاك الطفل الصغير. فأنا كنت مع والدتي بأحد العيادات، وإحنا جينا على أساس ندفع المبالغ، فجاء شاب عماني آخر ومع والدته. طبعا هي يعني مغطية وجهها وماسكة الريالات في إيدها بالطريقة البسيطة، يعني بدون أي تكلف. كم ندفع؟ تقول لي ندفع نص، يعني قاعدة تحاول تخفف على الابن. إيش قال لها؟ قالها وما أنت ما تعرف تسكتي قدام الناس. طبعا أنا انزعجت وما كملت موضوع، قلت له سمحت أبغاك في كلمة. قلت له أخذت طبعا على الطرف، ما أقدر أحرجه قدام الناس. قلت له لما أنت كنت صغير كانت تجيبك المستشفى، لما الدكتور يسألك إيش فيك كنت تشوف عليها عشان هي تتكلم عنك.
اليوم ليش ما تقولها؟ يعني ليش هذيك اليوم ما قلت لها وما ليش اسكتي؟ يعني ليش اليوم قاعد تقول لها؟ هل هي صارت إحراج بالنسبة لك؟ فلذلك انحرج هو شوي، وهذا اللي قاعد يصير، في تصرفات تطلع منه قدام الناس إحنا ما منتبهين. فالشخص اللي ما يسأل عن والدته 365 يوم بالسنة، أو الشخص اللي حتى لما يجلس يصحح معلومات الأم إذا هي قالت معلومة خاطئة يحرجها، أو ما يعزمها بالعرس الفلاني لأنها لبسها وكشختها أقل مما هو يتوقع. إحنا جايين نذكر هذول الناس اليوم إنه يا أخوي متى آخر مرة كلمتها، متى آخر مرة أهديتها، متى آخر مرة طيبت بخاطر يعني خاطرها بكلمة. أنا مرات والله بكون نازل من السلالم بشوف مثلا والدتي متضايقة، حط ببالي أول شيء بسويه وأنا راجع من الدوام أقول له تعالي ننزل نشتري أغراض البخور عشان نسوي لنا بخور. أنا ما أحب البخور بس أعرف هي تحب تعمل البخور. ففي أشياء معينة الأمهات كثير بيحبوا هذه الأشياء، فأنا جبت مجموعة صور وقلت للأشخاص مو شرط اليوم وبكرة وبعده نشتريهم، طول العام يا أخوي برمضان. فأنا بالصور راح أركز على شيئين، إيش هي الخيارات اللي ممكن إحنا نهدي نكرم فيهم الأمهات بهدايا بسيطة، وبالمقابل كيف ممكن إحنا نفيد أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي قاعدين يجيبوا هذه الأشياء، فبالتالي إحنا أيضا نقوي اقتصادنا وبالمقابل نكرم أمهاتنا. ما أدري إذا الصور جاهزة، إذا الصور جاهزة نشوفها مع بعض تباعا. فلذلك أنا بؤمن حلو إنه الواحد يشوف إذا في خيارات مختلفة، وأول ما طبعا تطلع الصور على الشاشة رح نتكلم عنهم. أيضا أنا حاب أقول طبعا هي اول صوره كانترودكشن او مقدمه، نشوف الصوره اللي بعدها على طول. حاولت قدر الامكان اجيب صوره ام لابسه ليسو رسمه. الصوره اللي بعدها طبعا على طول بدينا قلنا خلونا نجيب كيك او جاتو مثلا للبيت ومكتوب عليه كل عام وانت بالف خير يا ست الكل، مثلا ربنا يحفظك. وصدقني حتى الامهات اللي عندهم لا سمح الله سكري، نادر ما امهاتنا بياكلوا الكيك والحلويات، لكن للصغيرين للاطفال الموجودين بالبيت. فحتى الشيء اللي احنا قاعدين نجيبه راح نخدم البيت كله. الصوره طبعا اللي بعدها على طول راح تلاحظ في حلويات. ايضا احنا امهاتنا ممكن ما كثير يحبوا الحلويات، لكن كضيافه للايام القادمه كل ما بيجوا الضيوف تقول ولدي والله جاب لي بيوم الام بكذا، ايضا تتباهى انه اولادها كرموها. وانا لاحظت ان الامهات مش ضد يوم الام، انما هم المتناقضين من الابناء والبنات اللي احنا نقول معه او ضد فنحس فيه عن التناقض. الصورة اللي بعدها ايضا نقول اذا مش الكيك، يعني هاي حسب الترتيب اللي نحس الاشياء اللي ممكن تكون قريبه للام. طبعا الصورة اللي بعدها اعتقد اقمشه او عود ما اتذكر، نعم بوكي ورد. دائما بيقولوا انه هاي بتحسن من النفسيات، او هذه الايام احنا قاعدين نشوف فيه عندنا مزهريات من الفواكه. في فواكه هذه الايام، وانا دائما اشجع الانسان اقول حلو واحد ياخذ من الفواكه، وامهاتنا كثير يحبوا الفواكه بالذات، هي ايضا تقوي الصحه عندهم. الخيار اللي بعده او الصوره العود، العواد العربيه كثير عندنا، والبخور بالذات عدد كبير من رواد المؤسسات الصغيره والمتوسطه في عمان عندنا اليوم قاعدين يعملوا البخور. ولو رحنا الانستغرام كتبنا الهاشتاج بخور عماني، شوفوا العدد الهائل من الاشخاص اللي قاعدين ينتجوا البخور. ايضا الصوره اللي بعدها طبعا قاعد احاول اسرع شوي بس ما اخذ من وقتكم. لا لا يعطيك الليس العماني. يا اخوي خلينا نرفع شوي من سوق الليس العماني. بمطرح قاعد نلاحظ في اشياء جديده وجميله نزلت هالسنه. اذا ما عندك الامكانيات الليس العماني ما يكلفنا، وجزء من شخصيه امهاتنا. بالذات لما يروحوا في بعض ايام الاعراس مو دائما بيلبسوا العبايه، دائما جزء من شخصيه الام الليس، ومو موجود بكل الخليج. لذلك هو شيء خاص عندنا. نعم طبعا الخيار اللي بعده او الصوره نلاقي انه الأقمشة. وأنا دائما أشجع إذا حاب تشتري قماش خذ الوالدة معك، قول لها تعال نطلع نتعشى بمكان، ونفس اللحظة خذها للمحل قول الله واحد غير تختارين. لأنه إحنا ما نعرف ذوقها، دائما نختار أشياء ممكن هي تغير ذوقها، حابة مثلا قطعة معينة أو شيء. وصدقني لسه تشتري أقمشة اللي راح تهديهم لبناتها بكرة. دائما الأم كذا. الحنة إحنا كثير نقول لها أمي كبيرة ما تحب، أنا حتى حطيت صور الحناء الكبار العمر بيعملوها بالطريقة التقليدية. اللي بين قوسين كان بيقول له حنة أم خماس. فهذه من الاشياء اللي نقول دائما الام لما تكون مبسوطه سواء بالعيد الوطني بالاعياد دائما تحب تتحنى. اذا لا نطلب من الاخوات ياخذوهم، نطلع نتعشى برا، بالذات الام اللي هي قاعده تطبخ لنا 7 ايام بالاسبوع. هاي فرصتنا هي تكون الملكه على الطاوله، واحنا كلنا نكون حوالينها، يعني انه ايضا نخليها تجرب اصناف مختلفه من الاطعمه. واخيرا اعتقد في كمان صوره من الصور
هاي طبعا كلها انا حطيت الذهب اخر شيء لانه بالفعل ما الكل يقدر اليوم يشتري. زمان كان الدبوس ب 15 ريال اليوم دبوس ب 70 75 ريال فممكن مش الكل، لكن يا اما نشترك كلنا مع بعض كاخوان واخوات او انه نحط نقول للوالد ادعي لنا عشان نقدر العام القادم نقدر نجيب لك الذهب وتجاراتنا تنجح او انه ربنا يرزقنا الترقيه. من اهم حطيت اخر شيء من اهم الهدايا المصحف الشريف وبالذات المصاحف الجديده اللي فيها القلم الناطق بالذات لو الام ما ختمت ما تختم المصحف الشريف فبالتالي هي فرصه وموجوده في كل المكتبات بالسلطنه. رحت الاسبوع الماضي لعدد المكتبات عشان اتاكد لو موجوده ففرصه جميله. وفي كتب فيها التفاسير بعد كذلك لان كثير من الامهات يمكن حتى اغلب الناس اللي محتاجين يفهمون هذا التفاسير وتختلف انواعها وفي بعض هذه الاقلام اللي تعطي هذه المعلومات غير يعني مثلا اذا كانت الام القراءة وال يعني نقول متوسطة صحيح يساعدها في عملية قراءة الآيات بالشكل الصحيح. صح بالفعل. أشكرك يا سامي يعطيك العافية. أنا بس بالنهاية حاب أقول لا للحين ما خلصنا للحين احنا كريمين اليوم معك خلاص يعني بقول تفضل أنا بس حاب أقول لكل شخص يعني حضرتك اليوم سواء قاعد تسوق السيارة أو الحين بالدوام أو قاعد تحضرنا من البيت لا تنسى شهاداتنا بفضل أمهاتنا بفضل صاحب الجلالة أكيد ومن ثم بفضل أبائنا وأمهاتنا والأم يعني بطريقة يعني أنا حاب أخصص هالموضوع لولاهم إحنا ما كانت عندنا جرأة نوقف على مسارح التخرج وناخذ شهاداتنا يمكن أمي ما كملت دراستها لكن اليوم أنا بؤمن أمي عندها شهادة دكتور صيدلي تسويق اجتماعي وأيضا هي تاجرة نفس الشيء حضرتك أنا بعتبر والدتك إعلامية لأنه لعبوا دور في تكوين شخصياتنا وهيئوا لنا كل هذه الظروف لما الوالد كان مشغول خارج البيت فلذلك يا أخوي أقل ما يمكن اللي علمتنا الكتابة والقراءة إنه إحنا نكرمها بكلمة إذا مش بهدية ممتاز وكل عام وأمهاتنا بأس إن شاء الله دوم كذا بصحة وعافية وخير وبركة مثلا كذلك الجوانب التواصل الاجتماعي كيف ممكن نقول في هذا الجانب حلو يوم الجمعة إحنا دائما نعرف إحنا بالدين في ساعة دعوات فيها إن شاء الله مستجابة حلو نحط إحنا بوست صور ونكتب للناس نكتب دعاء للأم عشان كل حد يقول آمين ما تدري مين دعوات مستجابة فبالتالي احنا نجمع كل امهات المسلمين وايضا ما ننسى اخواننا العرب او اخواننا بالغربه اللي قاعدين يدرسوا خارج السلطنه نقول لهم لا تنسوا تتصلوا بامهاتكم ويا اخوي اللي والدته ما موجوده احنا دائما ندعي لهم بالرحمه ونقول اذا حاب حضرتك تكرم احد روح المستشفيات عدد كبير من الامهات جالسات هناك بدون ما يجي حد يزورهم فهي فرصه لك ولي ولاخوي عبد الله انه نفتح مجال ونفتح ابواب خير للاخرين وبنفس اللحظه نرجع لبيوتنا وننام واحنا مرتاحين سوينا شيء بدون مقابل. زين هل اهم يمكن النقطه الاخيره اللي بتكلم فيها هل تحس الناس ردة فعلها مثل تجاه مثل هذه الأيام يعني أنا ما أشوف ردة الفعل هذه على مثلا يوم المعلم الكل يبتهج في هذاك اليوم تلقى يسعى أن يقدر كلمة ولكن هل تحس الناس عندها فوبيا أن يتحول التقدير أو تكريم الأم بس لهذاك اليوم ويتنسي طوال العام؟ طيب أنا بالمقابل أسألك سؤال قبل ما أجاوبك ماذا لو شخص 365 يوم ناسي والدته ويتذكر الأم بهذا اليوم لو جينا أنا وأنت على الهواء قلنا ممنوع وما يصير وإلغي وإلغي راح ينسى حتى هذا اليوم الأخير أو الوحيد في السنة لذلك إحنا نقول كل ما الإنسان يكبر بالعمر عواطفه تقوى وكل ما إحنا لما نقدم أشياء بدون مقابل نحس بطمأنينة بس يجرب سنة سنتين ثلاث سنوات حتى لو كان يوم واحد بالسنة مع الأيام راح يحس إنه بالفعل هذاك اليوم كنت راجع البيت مبسوط فرصة إنه أنا صالحت والدتي وبهذه الطريقة ممكن يكثر من زياراته للوالدة لا تنسى إحنا حتى بالعيد ما نذكر يعني فضل الأم علينا إحنا فقط نروح نقول لهم سامحونا إذا قصرنا بحقكم إذا أنت ملاحظ طب يا اخوي انا ارجع اقول نفس الكلام انا بعرف يعني بين قوسين شخصيتك صريحه وصريحه في العمل يعني باي شيء فانا متاكد اهلك لعبوا دور في تكوين شخصيتك واعطوك الثقه بالنفس لذلك انا دائما اقول شخصياتنا اذا احنا اليوم الناس تحترمنا ايضا هذا يرجع للام وللوالده ممتاز. فلذلك روح عندها اقعد معاها ومع العمر اذا اليوم ماديات مهمه عندك مع العمر راح تحس انه في طمانينه قاعده تيجي من صوب الوالده احنا ما كنا نحس بمكان اخر والاهم صدقني يا أخوي إذا اليوم رواتبك ما كافية قد ما عندك راتب إذا اليوم تحس نفسك ما مرتاح مشاكلك من كل صوب معناها في حد ما راضي عنك أو أنت مقصر في حق أحد فمعناته خلونا نتجه باتجاه الأم وأنا أرجع أقول لك أنا مقصر في حق والدتي وجدتي وعمتي لكن مع الأيام صرنا اليوم أحسن من ذي قبل ومع الأيام أرجع أقول لك إذا إحنا سوينا كذا أولادنا بتعلموا منا غير لما إحنا نهتم بالماديات وننسى أمهاتنا
فلذلك أنا بقول تحية لكل أم قاعدة تسمعنا اليوم ويمكن أولادها ما معاها ما مكرمينها. نقول إذا هم نسوا يكرموك أنا وعبد الله يمكن عدد كبير من المشاهدين نؤمن أنت لك الفضل على الشعب العماني كله. وصاحب الجلالة من أيام سبعينات وأنا رحت أسأل جدتي قلت لها أيام سبعينات كيف كرم صاحب الجلالة الأم؟ قال حتى الأم اللي كانت تشتغل كان يعني في دعم لها إنه لا ابنك يروح المدرسة. يعني في دعم بكل من كل النواحي. فكأنه هي كان حلمها ابني يدرس وأنا لا بس ظروفنا ما تسمح. رغم ذلك من أيام سبعينات كان في دعم واضح للمرأة. وحضرتك قلت في يوم المعلم في يوم الشجرة. أنا بؤمن ما في وجه مقارنة طبعا ما أقارن. في عنا العيد الوطني هل معنا إحنا ناسين وطننا طول العام؟ لا يا أخوي. بس في أيام إحنا نعطي الأفضل معنا من شعر من كلمات من كذا وطول العام إحنا نحب وطننا. لذلك أقول الأم نفس الشيء في يوم مخصص لها إحنا نفرغ عمارنا 100% لها وباقي الأيام أيضا إحنا موجودين وقت ما هي تحتاج. أنا أتمنى بس من خلال هذه الفقرة اللي إحنا قاعد نتكلم فيه ونقاش مع الدكتور سامي مش عشان نملي على الناس ترى ها لازم تحتفلون بيوم صحيح. الأم وهذا يوم مبجل لا 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 هي بس مجرد نقاش ترى هذا حديث لمدة يعني نقاشنا مبني على 3 أو 4 أيام كنا نشوفها في شبكة التواصل الاجتماعي كل عام في مثل هذه المناسبة يصير هذا الجدال ليس على مستوى السلطة حتى على مستوى الوطن العربي. في النهاية احنا الرسالة نبغى نوصلها محبة الأم والوالدين بدل الرجل الأولى جت توصيات من الله سبحانه وتعالى يعني مو محتاجين احنا نروح نذكر ولكن هي الفكرة كلها باختصار اتفقت ما اتفقت خلاص صحيح. أنا أحترم أمي وأخاف عليها وأحبها وأشتاق لها وأولى عليها أنا ما يمر يوم إلا لازم يكون في عدي عدة اتصالات أناقشها في عدة مواضيع كل واحد على حدة في نفس الوقت يعني أدعو لهم بالخير والمحبة اذكروهم دائما في كل ساعات صلاة زي ما هي قاعد تدعي لك في يعني في فترات الليل إن الله يحفظك ويسعدك وينجحك في حياتك. هي أنا بس أبغى أوصل رسالة للأمهات اللي قاعد يتابعونا تأكدوا نجاح قهوة الصباح جد والله أنا من هذه الشغلات اللي تسعدني نجاح قهوة الصباح بفضل دعائكم وحبكم لمشاهدتنا بشكل يومي. ما تتخيل سامي أنا كثير ممكن من الزملاء اللي أشوفهم يقول ترى والدتي إذا ما شفتك في قهوة الصباح تزعل تقول شفيه الصباح ما طالع اليوم. فهذا شيء أنا يثلج في صدري ويخليني دائما أكون تواق أن أقدم الحلقة بشكل مختلف أكون أسعب بكل ما عندي من قوة عشان أكون مبتسم ومبتهج. فهذه جزئية إحنا نحاول نقدمها من خلال قهوة الصباح لكل الأمهات اللي قاعد يتابعونا إن كان من داخل أو خارج السلطنة. وزي ما قلنا الفقرة اليوم هي مش نقول لكم روحوا ترى اشتروا هدية اليوم ترى يوم الأم لازم تهتم لا 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 الكلمة الطيبة الإحساس صحيح. المشاعر احتضان الاهتمام ولا تنسون الأب بعد في آخر قاعد يقول في يوم الأب كمان. أنا بس حاب أقول إنه حتى لو الشخص اللي قاعد يشوفنا وبالفعل ما متفق معانا إحنا متفقين إنك ما تتفق معانا لكن إحنا ما رح نتفق معك إذا نسيت والدتك 365 يوم بالسنة سواء بدعاء بكذا. فإحنا اليوم موجود عشان نقول نذكر بعض وأنفسنا مثل ما حضرتك تنسى أشياء معينة مهمة بالنسبة لك على طول اليوم نستخدم المنبه أو نستخدم أشياء معينة وكتاباتنا. لذلك نفس الشيء للأمهات نقول إذا نسينا أمهاتنا الأسبوع الماضي الحين راجع نفسك عندك الأسبوع الشهر السنة كلها عساس ما يجي لا سمح الله يوم لا سمح الله إن نقول يا ريتنا كنا نحضن والدتنا يعني أمهاتنا كل صباح. لأن مثل ما يقول لك ما في فائدة من بوسة على رأس ميت بالوقت الواحد يقول الحين إحنا جايين نكرم الشخص لا وربنا يحفظ لنا أمهاتنا طبعا نطول بعمارهم والله يرحم اللي توفى ويغمد روحهم الجنة إن شاء الله. كل الشكر لك دكتور سامي سعيد كثير دائما بتواصل معك من خلال برنامجنا قهوة الصباح. إحنا نتمنى لك إن شاء الله إجازة نهاية أسبوع ممتعة شكرا. وبناخذ فاصل قصير وعندنا تقرير جميل كذا يوصلنا إلى الختام فتابعونا. ينصح بعدم استخدامها في قصر فيرساي وفي مركز بومبيدو وحتى في متحف اللوفر، فعصا السيلفي غير مرحب بها في المتاحف الفرنسية حتى لو أنها ليست محظورة رسميا فيها بعد، خلافا للحال السائدة في مراكز ثقافية عدة في الخارج. عصا السيلفي فكرة جيدة لالتقاط الصور ذاتيا لكنها قد تؤذي في حال استخدمت في مكان ضيق مثل المتحف.
وقررت متاحف أمريكية عدة منع استخدامها في قاعاتها مثل متحف الفنون الحديثة في نيويورك، وقد منعت أشياء عدة عالية المخاطر في المتاحف الفرنسية مثل ركائز الكاميرات في مركز بومبيدو ومتحف اللوفر الذي يحظر أيضا المظلات غير القابلة للطي وخوذات الدراجات النارية والحقائب الكبيرة. إذن كانت هذه فقرات حلقة اليوم، أتمنى وفقنا في تقديم الحلقة، وأتمنى لكم إن شاء الله أجازة نهاية أسبوع ممتعة، فابتسموا تبتسم لكم الحياة وأيامكم سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم.